السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه Keyword Tools، ده بيخليني أعمل سيرش على أهم الكلمات اللي الناس بتدور عليها. وليكن مثلا شرح الأوفيس، واختار اللغة وأقول له سيرش. ده في جوجل، ممكن تقول له أنا عايز في اليوتيوب، بينج، أمازون، كل الحاجات ديت. فبيبدأ يجيب لي أهم الكلمات اللي الناس بتدور عليها، واللي ممكن توحيلي بأن أنا اعمل موضوع معين جديد، تمام، زي مثلا شرح تعريب الاوفيس او شرح حزمة الاوفيس او هكذا. والكلمات دي لو حطيتها في الموقع بتاعي بتزود المشاهدات، تمام. ممكن تقول له طب انا عايزها في اليوتيوب، هتلاقي الكلمات اختلفت تماما، تمام، حسب الناس اللي بتدور في اليوتيوب بيدور على ايه، في البنج، في الامازون. فلو خدت الكلمات ده كوبي وحطيتها عندك في الموقع بتزود لك عدد المشاهدات. برضو في موقع تاني اسمه اللي هو رابط تاكس، ده برضو بتيجي تكتب هنا شرح الاوفيس، ويبدأ يعمل لك تكوين للتاكس اللي تقدر تاخدها وتحطها عندك في الموقع بتاعك او في وصف الفيديو، فيجيب لك عدد مشاهدات اكتر.